آخر كان يطوف مع أخيه وهما على ملة واحدة، ملة التكفير والخروج على جماعة المسلمين العامة ومنابذة المسلمين، مع استحلال دمائهم وأموالهم وثرواتهم، مع استحلال نسائهم، مع الاعتداء عليهم في أبشارهم وأرواحهم، مع إراقة دمائهم. كانا يطوفان حول البيت، والموسم كان موسما حافلا، أعني موسم الحج. فقال له في لحظة من لحظات التجلي التكفيري على عقله المريض وقلبه السقيم: تعرف يا فلان؟ قال: ما تريد؟ قال: هؤلاء جميعا الذين يطوفون بالبيت ويعمرون المسجد الحرام كلهم كفار، وليس فيهم من مسلم سوى أنا وأنت. فقال له: وقد جاءته نوبة صحو بفضل الله جل وعلا، فخرج من أسر هذا الفكر العقيم. قال له: جنة عرضها السماوات والأرض لي ولك، فلتأخذها أنت ورجع إلى الحق.